بظل توجه العالم نحو أنظمة الدفع الإلكترونية Cashless Payments، عملة إلكترونية جديدة خلقت بال 2009، فهل رح تكون بيتكوين عملة المستقبل؟ وقت التحويلات من بلد لآخر أو من شخص لآخر تستغرق أيام عدة، عمولات عالية، وجود وسيط مثل شركة دفع أو مصرف، عملة إلكترونية تتداول عبر الإنترنت فقط دون وجود فيزيائي ودون وجود هيئة تنظيمية خلفها يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للمعاملات عبر الإنترنت بشكل سريع أو حتى إعادة تحويلها لعملات تقليدية. البيتكوين عملة إلكترونية بلشت بين أمريكا وأوروبا وهلأ عم تبلش بجديد بالعالم العربي. أولاً هي كتير سريعة، بعت البيتكوين من هون لأي أنحاء العالم بتصير بثواني. ثانياً هي تبادلها مجاني، هي بتصير مثل الإيميل، بتحطي أدريس الريسيبينت بتحطي سن بيوصلوا له البيتكوين instantaneously. سعر صرف البيتكوين الوحدة اليوم هو نحو 380 دولار وممكن الحصول عليه عبر شركات تصريف البيتكوين على الإنترنت. من شي 6 شهور كان 1100-1200 دولار، بس من سنة كان حوالي 100 دولار، لأنه بيتكوين ما في شركة أم بنك بتحدد سعره، بيطلع وبينزل based on demand. يعني إذا في أكثر ناس بدهم بيتكوين اليوم سعره بيطلع. 50-100 مليون دولار كل يوم بيتم تداولهم على شبكة البيتكوين عالمياً، وأكثر من 100 ألف شركة بتقبل دفعات بيتكوين، إلا أنه هالرقم ما زال محدود نسبياً، فسعر المتقلب وعدم الاعتراف الرسمي أو ربطه بالحكومات بيولد عدم الثقة عند البعض. فهل تكون بيتكوين عملة المستقبل وتغير الاقتصاد مثل ما الإنترنت غير عالم النشر؟